السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم، حبيت نرجع ولو بعجاله فقط على قضيه القائمه تاع اللي دارها المنتخب الوطني، لا ليست تاع 23 جوار 23 لاعب. انا ماش باش نعلقوا عليها. المسؤول الاول والاخير هو جمال بالماضي، اي انتكاسه أو اي خساره هو اللي غيتحمل المسؤوليه، سواء جاب الياس حساني ولا جاب عبد اللاوي، هو اللي غيتحمل المسؤوليه. اي خساره ولا اي نتيجه غير ايجابيه هو اللي غيتحمل المسؤوليه. فقط قضيه بلايل، انا تكلمنا سابقا والحمد لله كلش باين، قلنا باللي راه يتعاقب بعد التصرف اللي داره وبعد اختياره للخليج وتفضيله للمال على المستوى الرياضي وعلى المستوى العالي، على الجانب الرياضي والمستوى العالي، هاي النتيجه الحمد لله قلنا راح يتعاقب. قلنا ما كانش منها بعض الضباب الالكتروني وبعض الناس سامحهم الله اللي بنت لهم وبان لهم باللي انا كرهوا بلايلي، انتم تكرهوا بلايلي وبلايلي ما يتعاقبش وقضيه رطوبه وما الاهلي السعودي متمسك به. الحمد لله البارح ما لعبش يا اخي، ما لعبش، وبسبب ما عاد ما لعبش كاين الصحافه تاع الكاسكروت المشريه قال لكم بسبب انه مصاب. مادام مصاب المفروض بالماضي ما يعيطلوش، الحمد لله وعيط له بالماضي. القضيه واضحه، تغلط وتخلص، رانا ظالمينك وحاقرينك وزيد تتخلص، هذه هي. تفضل تفضل الخليج على جل المال، هاي النتيجه والراهي وصلت. اذا خلينا من قضيه بلايلي، الحمد لله بلايلي قضيه واضحه وهضرنا فيها والحمد لله هاي الحقيقه بانت. نرجع لموضوعنا، موضوع اليوم ألف مليون مبروك لنادي ولفرهامبتون اللي ادى مقابله كبيره، والفلسفه الزايده اللي تكلمت عليها سابقا هاي النتيجه تاعها وين وصلت. كي كنت نهضر نقول باللي رياض محرز عنده زوج حلول ما عندوش غيرهم، ومان سيتي عنده زوج حلول ما عندهمش غيرهم، وغوارديولا عنده زوج حلول ما عندوش غيرهم. الحاله الاول انه يلعب يدير فريق للمجموعه ولعب يكون جماعي. الحاله الثانيه رياض محرز يرحل، وهاي الحمد لله راهي تمشي كيما رانا هدرناها، الحمد لله راهي تمشي. يا يرحل يا لازم يدير لعب جماعي، سيتي تلعب لعب جماعي والزاميه كل اللاعبين يلعبوا لعب جماعي، ولا خليها سيتي تتكسر والسيتي تغرق وهي غارقه بشوي بشوي بشوي. اذا ولفرهامبتون لعب بواقعيه تامه، لعب بواقعيه تامه بدون فلسفه زايده. غوارديولا كالعاده فلسفه زايده، الفهمه زايده، الامور واضحه. اول غلطه صارت ولا اول غلطه اللي ارتكبها غوارديولا هو خروج كيلي والكر ودخول كانسيلو. جواو كانسيلو هذا اللي طيشاته جوفنتيس، باش تعطيك جوفنتيس لاعب في سبيل الله هكاك باطل ولاعب مليح، هذه غير انساها. تعطيك لاعب اللي هي ما يخرجش على المشروع تاعها ولا حابه تتخلص منه، والواقع شفناه. دينامو زاغريب ماهوش الرياض ولا البرسا، من اضعف الفرق في اوروبا. دينامو زاغريب بصعوبه كبيره باش ربحاتو السيتي. دينامو زاغريب في بدايه الشوط الاول محرز ما عطاهوش يعطوا له البالون، وشكون اللي يلعب زيت محرز هو كانسيلو. نفس الشيء تكرر اليوم مع مقابله ولفرهامبتون. الناس اللي تتكلم تقول لك محرز اليوم مش في نهاره، الحمد لله محرز اخي خرج في دقيقه 60، نص ساعه بعد ما خرج محرز اللي دخلوا في بلاصه المفروض يكونوا في نهارهم، اما يماركيو، بل بالعكس دو زيرو خرج محرز دو زيرو. نزيدوا لما خرج رياض محرز باش تعرفوا بلي كلش مخدوم. كي كنت نهضر عندي عام وحاجه، عام نقولوا عام ملي كنا نهضر نقول لكم راه كلش مخدوم. اللي يشوف كرة قدم من ناحية العاطفة بجهة، صحيح انه محرز جزائري ونميلوا معاه وبحكم العاطفة، ماذا بينا محرز يبان ولد بلاد وجزائر ومثل الجزائر ولاعب جزائري واحسن سفير للكرة الجزائرية، بصح نحيو هذا العاطفة، نحيو كرة قدم. لما تشوف بعينك العام اللي فات انه محرز يسكن في جيت لاتوش، جيت لاكوش ولا دروات كما نقول احنا، جيت لادروات يسكن ثم واحد ما يباسيلو البالون كون يموت يحتل يروح هو يجيب البالون ويحاول كاش ما يدير، واحد ما يعطيلو البالون، بل بصح في الجهه الاخرى دور البالون عادي. هذه العام اللي فات والعالم كامل شافها،
وكي هضرناها قالوا لنا راكم انتم اللي عنصريين وخاطيكم البالون ما تفهموش كرة القدم. صح. المقابلة اللي فاتت تاع دينامو زغرب يا اخي محرز كان متقلق، مباراه الكاميرا العالم كامل شافها، ما شفناهاش من عندنا. وجيت محرز بالون ما يدورش، جيت دافيد سيلفا والجهه اللي من هي تاع برناردو سيلفا هي للدور، كلش كاين الحمد لله. من بعدها الشوط الثاني حتى باش تعرفوا برك دينامو زغرب، نرجع مقابله دينامو زغرب، راح محرز من جهه خطيته وراح دوموند البالون وراح عطاها لسيرلينغ، وجيت محرز بالون ما يدورش ما يدورش البالون ما يدورش. اليوم نفس الشيء، نفس مقابلة دينامو زغرب مع ويلفرهامبتون، نفس المقابلة، نفس الأخطاء تكررت، نفس العقلية تكررت، خروج كيلي والكور دخول كانسيلو نفس العقلية، مدلكش البالون، مدلك إلا تكون محصور، وكرات يعطوها المحرز لما يكون هو في تحت ضغط محصور، أما كيدير لابيل يكون وحده، يدير لابيل ويكون وحده من المستحيلات السبعة يعطوك البالون. نحكي كوكا كرة قدم، نحكي للناس تفهم يا ناس، اللعبة كيف راهي تكون في السيتي بوجود كانسيلو وغياب كيلي وولكر، سيتي كيفاش تلعب؟ محرز يدوموندي البالون في البلاس في مناطق فارغة كما نقولوا في البلاس فيد، ودير لابيل ما يعطولوش البالون، ما يعطولوش، يكون في الضغط ولا يكون جيت التماس جيت لاتوش ومضغوط عليه يعطولو البالون. اللي شاف المقابلة دينامو زغرب وزاد شاف ويلفرهامبتون تلخص لك كلش، تعطيك نظرة شاملة كيفاش راهم لاعبين السيتي يتعاملوا مع محرز. ماناش نحكوا بالعاطفة، ماناش نحكوا بالعاطفة، العاطفة خلوها جهة، نحكوا ككرة قدم. نعاودوا البالون يدير لابيل محرز في بلاصة فيد، بلاصة فارغة في مكان فارغ، يلعب على الفراغات والمساحات، ما يعطولوش البالون، ما يعطوش الكرة، نهضروها بالدابة العربية الفصحى. محرز يكون تحت الضغط، محرز محاصر في لاتوش يعطولو البالون. فسروها كيما تحبوا فسروها، فسروها رغم انها مفسرة روحها بروحها، فبينة واضحة وضوح الشمس. تعود في الضغط نعطيك البالون، تعود وحدك فاس فاس ولا وحدك وواحد مكان معه يعس فيك ما نعطيكش البالون وما لعبش جيتك. والحمد لله شفناها في مقابلة دينامو زغرب ونعاود تكررت في مقابلة ولفرهامبتون الشوط الثاني، واضحة واضحة. يلعب وجيت سيرلينغ، هاك يا سيرلينغ دير كاش ما دير، هاك دافيد سيلفا عطي سيرلينغ، هذاك الاوكراني هذاك اليار غوش، هاك يا سيرلين لعب كل رودري، هاك يا سيرلين الكرات اللي يعطوها المحرز. نعاود نذكر ونقول ما يعطولوش بالون يكون وحده، يكون فاس فاس ولا يكون فيد، يكون في واحد ما محاكمه، يعطولو البالون لما يكون محاصر ويكون جي طلعتوش من كاسيلو وراه كانسيلو ثاني، ما يعطيش البالون المحرز هو في اريحيه، يعطيله هو محصور وهو جي طلعتوش. الان الخلاصه واش نقول؟ الخلاصه باللي راهي ولات ليفربول مع سيتي 8 نقاط، فارق 8 نقاط، ليفربول اقرب فاقرب فاقرب للحصول على الدوري الانجليزي. سبب ابتعاد السيتي قلت منعود هالفلسفه الزايده والعنصريه، غوارديولا ما حبش يسيطر على اللاعبين، غوارديولا عطي الراحه تامه للاعبين، هذه النتيجه. لما انت تجيب لاعب مبلغ خيالي ودير احتياط ولا يلعب وتشوف بعينك باللي اصحابه ما همش يلعبوا معاه ويلعبوا له غير في البايس محصورين، يعطوه البال لا بال صعيبه وما تقدر دير والو، ما تقدر تغير والو، اذا انتظر النتيجه. النتيجه تكسير تحطيم السيتي، النتيجه خساره مورا خساره. الان لقب راه يبتعد رويدا رويدا كما نقولوا، درجه درجه الشامبيون رايحه لليفربول. قضية الشامبيونز ليغ نفس الشيء، صعوبة مع دينامو زغرب، فوز شق الأنفس مع دينامو زغرب، إذن انتظر كلش. إذا ما بقات سيتي في هذه العقلية وبقى غوارديولا في هذه العقلية أنه ما يحبش يضغط على اللاعبين باش يلعبوا لعب جماعي ويلعبوا للمجموعة ويحبسوا العنصرية نتاعهم، إذن
سيتي راحت خلاص، ما بقاش حاجه اسمها سيتي، راحت تكسر تتحطم وراحت اصلا، ما بقاش جيك ويلفرهامبتون تربحك في بلادك 2-0، دينامو زاغرب ربحتها بصعوبه بصعوبه كبيره. هذه النتيجه لما تجيب لاعب وما ديرش فيه الثقه، واللاعب هذاك يبين لك من مقابله مقابله انه هو رقم واحد ستار، وتشوف بعينك باللي اللاعب هذا مظلوم، وواحد ما يباسيلو ويعطوه لي بال في 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 ظروف صعيبه وما تقدر دير والو. اذا تحمل كل مسؤوليه، غوارديولا لازم يتحمل كل مسؤوليه، والسيتي هي هذه نتيجه العنصريه، النتائج الكارثيه هذه والشامبيونز ليغ ما تديهاش نتيجه العنصريه ونتيجه الفلسفه الزايده تاع غوارديولا، هذه النتيجه. اذا رياض محرز ما نقدروش نقولوا دار مقابله كبيره، وما نقدروش نقولوا انه كان خارج الاطار، لان لو نقولوا كان خارج الاطار لو عطاوه كرات سهله وعطاوه كرات وعطاوه كي كان يدير في لابيل ويعطوه ويدخل، نقولوا ما يديرش مقابله كبيره. مي محرز ما عطاوهش وما عاونوهش، يعطوه غير لي بال الصعاب ويعطوه لي بال اللي يكون هو محصور ويكون شي طلاتوش. والدليل على كلامي ايضا لما خرج محرز جيت برناردو سيلفا عادي يلعب ويدير لابيل يعطيه هاك 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 هاك. المشكله مش قضيه في برناردو سيلفا، المشكله في محرز. محرز في حد ذاته رافضينه كستار، حابينه يرجع للاحتياط. اللاعبين مش نحكي لا غوارديولا، اللاعبين باغيين محرز يرجع احتياط، لان تالق محرز راح يتعبهم، والنتيجه شفناها. خرج محرز جيتو عاد ناشطه، بقى محرز ما نمدولكش البال، والكلام واضح. فلا خير خوتي، ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.